شعبان زين، انا عايز مني الطلب. ايه عايز؟ قشين سلف؟ قشين ايه انت الاخرى؟ امال عايز ايه؟ عايزك يا زينب ساعة المغربية وحينما يميل قرص الشمس الدامي بين الاطلال اسكوريلي. فوتك بعافية. مع السلامة يا شعبان. ما تجيبي قبلة ساخنة. يو يا شعبان. طيب فوتك بعافية يا زين. مع السلامة يا شعبان. خلي بالك على نفسك. وده شعبان. اهلا 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 سعاده الوكيل. الحمد لله على سلامتك. كنت فين؟ في المقر الصيفي بتاعك؟ ايوه كنت في المقر الصيفي بتاعي، وكنت مدلد الرجليه الشمال في الميه. زينب بعتت لي تيليكس، عارف انت التيليكس؟ قالت لي الولا الوكيل زعلان. زعلان ليه يا ولا؟ ولد ما تبرقليش ولا تجزلي على اسنانك، ده احسن اخدك باللوكش على وشك. انت بيخوفي بك العيال. انت مرفوض. وانت كمان مرفوض. حد يلبس جرافاتة زي دي يا راجل؟ كترفت في مفاصلك. امشي امشي يا ولد، انت مرفوض. كترفت في مفاصلك. روح يا شيخ. اتفضل يا فريد بيت، اتفضل البيت بيتك. محاسن. ايوه اهلا. الحمد لله على السلامة. اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا. اختك ست ظريفه قوي، بان عليها نريمان هاني. دي شغاله. شغاله؟ ودي مش ثابته ولا زهرات. خد الشنط وحضري الحمام. بلاش الشنطه دي، مالكيش دعوه بيها خالص. طيب انا هسيبكم بقى، وبكره الصبح هاجي لك. اوكي؟ مع السلامه. باي باي. باي باي. تعالى بقى اما اوريك وقتك. استحمى، تاخد دوش، تغير هدومك، تستريح، وحضر لك العشاء. اغير هدومي؟ غير هدومي. الحمام جاهز يا فندم، اي خدمه؟ لا متشكر، متشكرين قوي. نعم. متشكرين قوي قوي قوي. أنا ما بشربش الحاجات دي. اشرب، دي حاجة بسيطة لفرفشة بس. أنا خايف لا تقلب بغم. ما تخافش، طول ما أنا جنبك مش هتقلب بغم أبدا. اشرب. ما تقدرش تتصور أنا سعيدة بيك قد إيه يا فريد. قصدي من يوم ما شفتك وانت عاجبني. ده كباب؟ كباب ده؟ اه. اصلي من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه لوحدي. وحضرتك اللي طلقتيه؟ اه. عينيه كانت زايغه، مع ان كل اللي يشوفني يقول لي مفيش احلى من كده. وانت رايك ايه؟ انا بس خايفه تنزل لك اللوز. ما تخافش، من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه في البيت ده كله لوحدي،
مش لاقيه الراجل اللي يملاه عليا. ربنا يوفقك ويرزقك بابن الحلال. لو لقيته انا عبديه بعناية. حلو قوي اللحمه دي من كام الكيلو؟ اسمع يا فايد، انا عايزه اقولك على حاجه مهمه قوي. خد بالك من عبد الجواد والعيله كلها، دول ناس طماعين قوي. لا ما تخافيش عليا، بس هي ده اللحمه دي بتلو بتلو. فريد. نعم. انا شايفك مش مستريح في القعده. تحب اشيل لك الشنطه بمعرفتي؟ لا ده انا مستريح قوي. حد يبقى قاعد على 3 مليون ومش مستريح؟ انا مش مستريح قال. انا هدخلك دنيا حقيقيه، هخليك اسعد انسان. انا عايز انام. تعب يا حبيبي. مش كده؟ بس اللحمه دي هايله. متلو. تصبح على خير يا غادة رشيد، ربنا كتر لنا من لحمكم. نظام كده دلوقتي كله تمليك. اذا كان على التمليك بقى يبقى اشتري بيت من بابه. فيلا يعني؟ فيلا مش فيلا معرفش، بس تبقى كل حاجه بتاعتي، الارض بتاعتي والسلالم بتاعتي والجيران بتوعي، وبالمره ابني عشه فوق السطوح اربي فيها شويه فراخ بدل الفراخ بتاعتكم دي، وكمان اعمل فرن اعمل فيه شويه عيش مرحرح بدل العيش ابو زرع بتاعكم دي. نظريه برضو. بعد الظهر هكون دبرتها لك، وبالمره اجيبها لك جاهزه مفروشه بالسرعة دي. يا فريد بيه، بالفلوس تقدر تعمل كل حاجة وبمنتهى السرعة. اتفضل. ادي 5000 جنيه اهم، مع اللي معاك يبقى 150000، انا عديتهم 3 مرات. متشكر، الدار امام. نسجل بكره ان شاء الله؟ ان شاء الله. الف مبروك. مع الف سلامة. الله يسلمك. مع السلامة. انا هوصل رسالة، اتفضل. تمام يا فندم؟ تمام. متشكر. متشكر. السلام عليكم.
بتاعت العمولة اللي خدتها من الراجل بره 150,000 جنيه، عمولتهم 10%، يبقى انا عايز 15,000 جنيه دلوقتي. اتفضل.